انا جيت سعيد بتواجدي في مهرجان سينما الشاطئ بهرهورة، وكنحيي جميع المنظمين وعلى راسهم سي عبد الواحد مجاهد اللي كيقوم. كنعيط له ماشي عبد الواحد مجاهد، كنعيط له عبد الواحد المجاهد، لانه في حقيقه يقوم بمجهود كبير باش يخرج للوجود هذا المهرجان الجميل والنوعي، لانه الوحيد اللي كيهتم بهذا لو جونغ دو بروجيكسيون في الشاطئ، وكيمتع الناس اثناء الصيف، لان الصيف الناس كتهرب من القاعات، فهو كيجي لعند المصطفين باش كيشوفوا السينما. واليوم كان واحد النشاط جميل جدا اللي انا اشجعه واحبيه، وكنتمنى ان المنظمين يستمروا في تنظيمه وكذلك يزيدوا يطوروا ويساهموا فيه جميع الفنانين، لان هذا تشجيع للرياضه، وبلادنا الحمد لله كتعرف واحد النهضه رياضيه جميله جدا. فمن الدور كذلك ديال الفنانين انهم يشجعوا الشباب على ممارسه الرياضه بكل انواعها. وشكرا لكم، شكرا للمنظمين ديال مهرجان سينما الشاطئ بالهرهورة. فعلا يعني كانت واحد المنافسه قويه ما بين الفنانه، لان درنا واحد لا مارش من يعني المسافه ديالها 5 كيلومتر، فاستطعت نفوز وندخل انا الاولى وانا فرحانه، لان انا سنين هذه تقريبا شي 3 سنوات انقطعت على الممارسه ديال الرياضه، واليوم حيوا فيا هاد الروح ديال الرياضه وشاركت في هاد لا مارش وانا فرحانه بزاف. وفعلا الرياضه راه هي جزء من الثقافه، وشكرا لسيني بلاج وشكرا للمهرجان سينما الشاطئ. الحمد لله احنا دي سبورتيف ديجا، وصافي بليزير نكون مع خوتي الفنانه والممثلين في المهرجان هرهورة الدولي للسينما، وكنحضر تقريبا كل سنه الا في الايام ديال كورونا يعني. صافي بليزير، بما ان كنا كاملين مجموعين كانت واحد لومبيونس وداز داك الشيء زوين تبارك الله، تقريبا شي ساعه ديال المشي. بان شو تري كونتون تري هيروز دافا فير سي 5 كيلومتر، جو بونسي با بوفوار لو فير. Parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté le sport, mais aujourd'hui, cette équipe m'a encouragée, ils m'ont motivée. À chaque fois que je voulais abandonner, ils étaient derrière moi pour me pousser. Je suis arrivée en première et je dis merci. Je suis très contente, très heureuse. Le Maroc et le Sénégal, c'est des pays frères. Donc, je suis chez moi. Je suis chez moi ici au Maroc.